السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لإصحاح التمرين رقم 38 من الدرس الثاني، الاشتقاق وتطبيقاته، دراسة الدوال. محتوى التمرين: أولا، احسب مشتقة الدالة F المعرفة ب F لـ X تساوي الجذر مكعب لـ X أس 2 ناقص 3X زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص X ناقص جذر مربع x، وذلك بعد تحديد مجموعة تعريف الدالة f والدالة f بريم. ثانيا، احسب مشتقة الدالة f المعرفة على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية ب f ل x تساوي 2 عامل ل x أس 3 على 2 ناقص 4 في x أس 2 على 3 زائد 1 على 3 في x أس ناقص 1 على 3. لنبدأ بالسؤال الأول، لنحسب مشتقة الدالة f المعرفة بهذا التعبير. أولا، لنحدد مجموعة تعريف الدالة F. لدينا مجموعة تعريف الدالة F هي مجموعة الأعداد الحقيقية X التي من أجلها X أكبر من أو يساوي صفر، لأن X يتواجد تحت الجذر المربع، و X أس 2 ناقص 3X زائد 2 الكل مقسم على 2 ناقص X أكبر من أو يساوي صفر، كذلك لأنه يتواجد تحت الجذر في هذه الحالة من الرتبة 3، و 2 ناقص X يخالف صفر لأنه يتواجد بالمقام. وبالتالي df هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي من أجلها x أكبر من أو يساوي صفر، و x أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x أكبر من أو يساوي صفر، و x يخالف 2. سنحاول تحديد الإشارة أو إشارة هذا التعبير. لدينا x أس 2 ناقص 3x زائد 2، سأحاول التعميل، تساوي x أس 2 ناقص x ناقص 2x ناقص 3x هي ناقص x ناقص 2x ثم زائد 2. هنا أقوم بالتعميل بx فأحصل على x عامل x ناقص 1، ثم هنا أقوم بالتعميل بالعدد ناقص 2 فأحصل على 2 عامل x ناقص 1. كذلك نلاحظ تواجد عامل مشترك هو x ناقص 1، نعمل به فنحصل على x ناقص 1. التعبير الأول يعطي x بينما التعبير الثاني يعطي ناقص 2، وبالتالي هذا التعبير حدودي من الدرجة الثانية تنعدم في العدد 1 والعدد 2. إذن نستنتج الجدول التالي: x أس 2 ناقص 3x زائد 2 لها جذران هما 1 و 2، خارج الجذران لها إشارة A، A هو معامل x أس 2 أي العدد 1، إذن نحصل على زائد زائد، داخل الجذرين لها عكس إشارة A، في هذه الحالة ناقص. ثم الحدودية 2 ناقص x تنعدم في 2 حدودية من الدرجة الأولى، على يمين 2 لها إشارة A، A هو معامل X في هذه الحالة ناقص 1، وعلى يسار 2 لها عكس إشارة A. ثم نستنتج إشارة هذا الكسر، زائد مقسوم على زائد يعطي زائد، ثم ناقص مقسوم على زائد يعطي ناقص، وزائد مقسوم على ناقص يعطي ناقص. نعلم أن كسر ينعدم إذا وفقت، إذا كان البسط ينعدم والمقام لا ينعدم، وبالتالي هذا الكسر ينعدم في العدد 1، ونعلم أن كسر غير معرف إذا كان المقام يساوي صفر، إذن فهذا الكسر غير معرف في العدد 2 لأن المقام ينعدم في 2. وبالتالي من خلال هذا الجدول نستنتج أن df هي صفر زائد ما لا نهاية x أكبر من أو يساوي صفر، x أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x أكبر من أو يساوي صفر، و x يخالف 2 حسب هذا الجدول هو المجال ناقص ما لا نهاية 1. تقاطع هذين المجالين هو المجال المغلق 0 1. لدينا الدالة المعرفة بجذر مربع x قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح 0 زائد ما لا نهاية، إذن فهي قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح 0 1. وبالتالي فالدالة المعرفة بناقص جذر مربع x قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح 0 1 كجداء دالة قابلة للاشتقاق وعدد حقيقي. ولدينا الدالة المعرفة بx أس 2 ناقص 3x زائد 2 مقسوم على 2 ناقص x موجبة قطعا وقابلة للاشتقاق على المجال ناقص ما لا نهاية 1، إذن فهي قابلة للاشتقاق على المجال 0 1. إذن نستنتج أن الدالة F المعرفة بهذا التعبير قابلة للاشتقاق على المجال 0 1 كمجموع دالتين قابلتين للاشتقاق.
ولدينا لكل x ينتمي إلى المجال المفتوح صفر واحد مشتقة الدالة f هي مشتقة هذا التعبير، والتي تساوي مشتقة الجذر من الرتبة 3 لx اس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x ناقص مشتقة جذر مربع x. لحساب المشتقة هنا سنستعمل الخاصية مشتقة الجذر من الرتبة n ل f تساوي مشتقة f على n في الجذر من الرتبة n ل f أس n ناقص 1، بحيث n هو العدد 3 و f هو هذا التعبير المتواجد تحت الجذر. إذا نحصل على f' n الجذر من الرتبة n ل f أس n ناقص 1. من جهة أخرى نعلم أن مشتقة جذر مربع x هي 1 على 2 جذر مربع x. لحساب المشتقة هنا سنستعمل الخاصية f على j، بحيث مشتقتها تساوي f' في j ناقص f في j' الكل مقسوم على j أس 2، بحيث f هي x أس 2 ناقص 3x زائد 2 و j هي 2 ناقص x. من جهة أخرى 3 ناقص 1 هو العدد 2. مشتقة x أس 2 هي 2x، مشتقة ناقص 3x هي ناقص 3. هنا مشتقة 2 تساوي 0، مشتقة ناقص x تساوي ناقص 1، ناقص ناقص تعطي زائد. وحسب ما سبق x أس 2 ناقص 3x زائد 2 تساوي x ناقص 1 الكل عامل لx ناقص 2. ثم هنا نعمل بناقص 1 فنحصل على ناقص وهنا بين قوسين 2 ناقص x. الهدف هو إيجاد العامل المشترك 2 ناقص x. إذن نعمل به، التعبير الأول يعطي 2x ناقص 3، التعبير الثاني يعطي ناقص بين قوسين x ناقص 1. نزيل الأقواس، هنا الأقواس مسبوقة بإشارة موجبة لن نقوم بأي تغيير فنحصل على 2x ناقص 3، هنا الأقواس مسبوقة بإشارة سالبة إذن نغير إشارة كل تعبير فنحصل على ناقص x زائد 1. 2x ناقص x هي x، ثم ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. في هذا التعبير نقوم بالتعميل بناقص 1 نحصل على ناقص بين قوسين 2 ناقص x، و 2 ناقص x عامل ل 2 ناقص x هي 2 ناقص x الكل أس 2 في هذا التعبير، أو هذا التعبير يساوي ناقص 1. في الأخير نحصل على مهما يكون x ينتمي إلى المجال المفتوح صفر واحد مشتقة الدالة f تساوي ناقص 1 مقسوم على 3 عامل الجذر مكعب ل x أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x الكل أس 2 ناقص 1 على 2 جذر مربع x. ثانيا لنحسب مشتقة الدالة f المعرفة على المجال المفتوح 0 زائد ما لا نهاية ب f لx تساوي 2 في x أس 3 على 2 ناقص 4 في x أس 2 على 3 زائد 1 على 3 في x أس ناقص 1 على 3. لدينا تعبير الدالة f، الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية كمجموع دوال قابلة للاشتقاق، ومهما يكون x أكبر قطعا من الصفر مشتقة الدالة f هي مشتقة هذا التعبير، والتي تساوي مشتقة 2 في x أس 3 على 2 زائد مشتقة ناقص 4 في x أس 2 على 3 زائد مشتقة 1 على 3 في x أس ناقص 1 على 3، والتي تساوي بدورها 2 في مشتقة x أس 3 على 2 ناقص 4 في مشتقة x أس 2 على 3 زائد 1 على 3 في مشتقة x أس ناقص 1 على 3. لحساب المشتقات في هذا التعبير سنستعمل الخاصية مشتقة x أس n تساوي n في x أس n ناقص 1 فنحصل على 2 في 3 على 2 في x أس 3 على 2 ناقص 1 ناقص 4 في 2 على 3 في x أس 2 على 3 ناقص 1 زائد 1 على 3 في ناقص 1 على 3 في x أس ناقص 1 على 3 ناقص 1.
نبسط، 2 في 3 على 2 تساوي 3، ناقص 4 في 2 على 3 تساوي ناقص 8 على 3، 1 على 3 في ناقص 1 على 3 تساوي ناقص 1 على 9. ثم هنا نقوم بتوحيد المقام، فنحصل على 3 على 2 ناقص 2 على 2، كذلك نوحد المقام فنحصل على 2 على 3 ناقص 3 على 3، وأخيرا ناقص 1 على 3 ناقص 1 تساوي ناقص 1 على 3 ناقص 3 على 3. 3 على 2 ناقص 2 على 2 تساوي 1 على 2، 2 على 3 ناقص 3 على 3 تساوي ناقص 1 على 3، ثم ناقص 1 على 3 ناقص 3 على 3 تساوي ناقص 4 على 3. x أس 1 على 2 هو جذر مربع x، و x أس ناقص 1 على 3 يساوي 1 على x أس 1 على 3، كذلك x أس ناقص 4 على 3 تساوي 1 على x أس 4 على 3. x أس 1 على 3 هو الجذر المكعب لـ x، و x أس 4 على 3 هو الجذر المكعب لـ x أس 4، وبالتالي نحصل على مهما يكون x أكبر قطعا من الصفر f' لـ x تساوي 3 جذر مربع x ناقص 8 على 3 جذر مكعب x ناقص 1 على 9 جذر مكعب لـ x أس 4. بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.